مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من المحترف. لسه بنتابع مع حضراتكم يمكن الدوريات الأوروبية أو التوب 5 ليجز في العالم كله اللي انطلقت يمكن الأسبوع اللي فات. انطلق الدوري الإنجليزي، وما أدراك الدوري الإنجليزي، وطبعا بيشرفنا فيه يعني محمد صلاح بشكل أكتر من رائع وتريزيجيه. الدوري الإنجليزي انطلق بقوة وكان يمكن الدوري الوحيد في العالم لغاية دلوقتي اللي انتهت كل مبارياته بالفوز. هنتابع مع حضراتكم برضو الدوري الفرنسي اللي كان فيه طبعا انتقال الأسطورة ميسي إلى باريس سان جيرمان. هنشوف ميسي هيعمل إيه كمان في باريس سان جيرمان، هل هيحقق المعادلة الصعبة وفوز باريس سان جيرمان بالشامبيونز ليج بوجود ميسي مع كوكبة كبيرة جدا من النجوم. كمان الدوري الألماني اللي انطلق يمكن الأسبوع اللي فات وكان علامة الاستفهام، هل كمان البايرن سيتوج بالدوري الألماني في منافسة جديدة جدا مع لايبسيك ومع دورتموند ومع كمان فرانكفورت. كمان هنغطي مع حضراتكم الدوري الأسباني، والدوري الأسباني أكيد لما بنقول أسبانيا برشلونة ريال مدريد، هل يستطيع ريال مدريد العودة للفوز بهذا اللقب بعد طبعا فقدانه من أتلتيكو مدريد العام الماضي؟ هل يستطيع برشلونة المنافسة على اللقب بعد رحيل ميسي؟ كل الأسئلة دي مع حضراتكم هنا في المحترف. هنغطي كمان يمكن خلاص كل الدوريات، يمكن أربع دوريات الكبرى بدأوا، لكن كمان يوم السبت هيبدأ الدوري الإيطالي. الدوري الإيطالي زي ما حضراتكم عارفين هينطلق إن شاء الله يوم السبت، وكمان علامات استفهام كتيرة جدا جدا على اليوفنتوس. هل اليوفنتوس هيكون قادر على حصد اللقب بعد خسارته طبعا على حساب الانتر السنه اللي فاتت؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في المحترف. هنتواصل طبعا اكيد كمان على الصفقات الكبيره اللي بتحصل في اوروبا، يمكن بتتواصل يعني حضراتكم عارفين ان الترانسفير ماركت في اوروبا هيقفل، طبعا الويندوز هيقفل يوم 31 اغسطس. ما زالت لسه بعض الصفقات الكبيره والاسماء الكبيره في علامات استفهام. امبابي هل هيروح ريال مدريد؟ هل كريستيانو رونالدو هينتقل من اليوفنتوس ويبقى بجوار ميسي؟ كل ده هنعرفه هنا في المحترف. لكن دايما بنتكلم على ثلاث اربع نقاط كده قبل ما نخش على الصحافه العالميه، بنتكلم على نقاط مهمه جدا. يمكن هبدا مع حضراتكم مع نجمنا الكبير محمد صلاح، اللي دايما بنقول ان هو فعلا وجهه مشرفه للكره المصريه والعربيه والافريقيه. صلاح اللي اكدت كثير من التقارير الانجليزيه النهارده الاثنين انه اقترب من تمديد عقده مع فريق ليفربول. عارفين حضراتكم ان صلاح يعني دلوقتي بيتقاضى ما يعني حوالي 220 الف جنيه استرليني في الاسبوع، وفقا للعقد الجديد بيتردد انه هيحصل على 300 الف باوند او 300 الف جنيه استرليني في الاسبوع. وده طبعا زي ما بنقول خلاص محمد صلاح بقى في مصاف اللعيبه التوب ليفل، بنتكلم خلاص مقارنه بميسي ومقارنه برونالدو بيبي. محمد صلاح ما شاء الله عليه، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون في تالق دائم، لانه زي ما بقول لحضراتكم هو صوره مشرفه لمصر، مشرفه للعرب، مشرفه لافريقيا كلها. ان شاء الله محمد صلاح باذن الله كمان السنه دي يحقق البريمير ليج ويكون هداف الدوري الانجليزي. هنروح لجزء تاني. فالفيردي حضراتكم عارفين المدير السابق لفريق برشلونه، يمكن الحقيقه كان ليه في الساعات اللي فاتت تصريحات مهمه جدا جدا اتسال فيها عن خلافاته مع ميسي، وكان هل كمان المدرب حضراتكم عارفين يعني كان في خلافات، وكان يمكن في طبعا زي ما بنقول الدريسنج روم كان في برشلونه كان عليها مشاكل كبيره جدا. الراجل طلع وقال انه من الافضل ان الموضوع ده يفضل غامض وما يطرحش على الجماهير. طبعا زي ما حضراتكم يمكن تتذكروا ان كان فالفيردي طبعا المدير السابق لبرشلونه كان عنده خلاف مع ميسي، وكان يمكن في الوقت دوت كان يعني الناس بتقول هو ميسي هو المتحكم اكيد في غرف اللبس، وهو كان سبب اساسي في رحيل فالفيردي على من القياده الفنيه لبرشلونه. يمكن كمان يمكن زي ما بقول لحضراتكم ان ميسي ورحيله عن برشلونه ليه اصداء كبيره جدا جدا. النهارده فالفيردي المدير السابق لبرشلونه بيقول خلي الكواليس جوه غرف الملابس احسن، الناس ما تعرفش ايه اللي كان بيدور جوه غرف ملابس فريق برشلونه. النقطه الثالثه، يمكن اللي رغم الحاله النفسيه الغير مستقره الى حد كبير على النجم الفرنسي امبابي، طبعا نجم باريس سان جيرمان، بسبب غموض يعني غموض مستقبله مع البي اس جي،
ان يمكن يعني كان يقال ان هو بيحب او هو يعني عنده امكانيه الرحيل لريال مدريد. وكلنا عارفين ان بابي كمان كان يعني هو كان مثله الاعلى كريستيانو رونالدو، لكن تدريبات فريق باريس سان جيرمان الاخيره بتشهد طبعا خروج اللاعب عن صمته بعد ما صرخ فيه يمكن في التدريبات وبيقول يا ميسي، بيقول لي طبعا اللعيبه اتفرجوا على ميسي، اتفرجوا على هذه الاسطوره الكبيره. وامبابي كان زي ما بقول لحضراتكم كان مثله الاعلى كريستيانو رونالدو، لكن لما شاف ميسي في الملعب، لما شاف ميسي من خلال التدريبات انبهر انبهار كبير جدا جدا. وكان امبابي من خلال التدريبات كان بيشاور لزمايله وبيقول لهم اتفرجوا على الساحر ميسي الاسطوره الكبيره. ويمكن زي ما بقول لحضراتكم ان ميسي خلال حتى التدريبات كان بيبهر الجماهير، مش الجماهير بس ومش المدرب بس، كان كمان بيبهر اللعيبه، وكان على راسهم امبابي اللي كان زي ما بقول لحضراتكم يعني منبهر باداء ميسي في التدريبات. عايزين بقى نروح نسيب ده كله ونروح كمان نشوف الصحف، الصحف العالميه والعناوين الرئيسيه للصحف العالميه قالت ايه، نشوفه مع المحترف. يا ترى قالت ايه الصحف العالميه؟ هنبدا جولتنا النهارده في صحيفه طبعا اس الاسبانيه، وطبعا ركزت على تقرير تطورات سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي مبابي. وكتبت الجريده ريال مدريد لا يستسلم، كمان تحدثت الجريده عن انتقال النرويجي مارتن اوديجارد من ريال مدريد الى فريق الارسنال، وكتبت اوديجارد يرحل نحو الارسنال. اهتمت الصحيفة كمان بتجديد أتلتيكو مدريد عقد لاعب ماركوس لوريتيني، وكتبت لوريتيني يجدد عقده حتى 2027. لسه في أسبانيا وتحديدا مع ماركا، اللي يمكن تصريحات الألماني توني كروز لاعب طبعا ريال مدريد الخاصة بإمكانية انضمام امبابي للفريق، كتبت الجريدة وقالت ربما او على لسان طبعا توني كروس قال ربما ينضم الينا لاعب من باريس سان جيرمان. كمان الجريده تحدثت عن انتقال اكيد مارتن اوديجارد من ريال مدريد لارسنال، وكتبت اوديجارد يعني رحيل وشيك الى الارسنال. الصحيفه اهتمت طبعا بتجديد اتلتيكو مدريد عقد ماركوس لورينتي لغايه 2027، وكتبت ماركوس لورينتي يجدد عقده ل 2027. طيب من اسبانيا خلينا نروح لانجلترا، تحديدا صحيفه صن الانجليزيه اللي ركزت طبعا على غياب هاري كين عن لقاء توتنهام امام باكوس البرتغالي في الدوري الاوروبي، وكتبت لا يعرف توتو طبعا سانتو ده المدير الفني لتوتنهام متى سيلعب هاري كين مره اخرى. الصحيفة كمان اهتمت بانتقال النرويجي زي ما قلنا مارتن اوديجارد الى الارسنال الجانرز من ريال مدريد، وكتبت ارسنال في طريقه للحصول على اوديجارد. نروح لصحيفة ديل ميري البريطانية اللي ركزت على تصريحات طبعا البلجيكي لوكاكو طبعا اللي انتقل من الانتر الى تشيلسي، واللي اكد فيها على لسان لوكاكو انه سأبقى طيلة حياتي مع تشيلسي. طبعا لوكاكو بيأكد أنه بيرغب بإنهاء مسيرته الكروية مع فريق تشيلسي. كمان كوريا ديل سبورت الإنجليزية الإيطالية هنروح ليها، اللي هي تحديدا بتركز على حوار مع الإيطالي دونا روما حارس، طبعا حضراتكم عارفين دونا روما حارس السابق لفريق الإنتر والميلان والحالي لباريس سان جيرمان. كتبت الجريدة دونا روما أريد أن أصبح الأقوى على الإطلاق. طبعا دونا روما من أفضل حراس، يمكن حصل على أفضل لاعب في اليورو 2020، وحارس أعتقد أنه هو هيكون حارس المستقبل لباريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي لسنوات طويلة قادمة إن شاء الله. اهتمت كمان بسوق انتقالات، وكتبت بيدرو إلى لاتسيو، تم الاتفاق مع بيدرو للانتقال إلى لاتسيو. طيب نسيب إيطاليا ونروح لفرنسا، أكيد طبعا جريدة لكيب الفرنسية اللي تحدثت طبعا عن تأثير النجم الأرجنتيني أو رحيل ليون ميسي على باريس سان جيرمان وما يقدمه في التدريبات زي ما بقول لحضراتكم، وكتبت كأنه السحر ميسي يقدم تدريبات وكأنه السحر. اهتمت هذه الجريدة كمان بسوق الانتقالات أولمبيك ليون، وكتبت إميرسون لتعزيز صفوف أولمبيك ليون.
زي ما بقول لحضراتكم يمكن الصحف كلها وخاصة الخاصة بالصحف الفرنسية وعلى رأسها طبعا الليكيب بتقول قد ايه ميسي، رغم لم يشارك ميسي لغايه دلوقتي مع باريس سان جيرمان، لكن الكل مبهور جدا بميسي، الكل مبهور بما يقدمه ميسي من خلال التدريبات. وكمان زي ما بقول لحضراتكم مش الصحف ولا النقاد ولا المتابعين، لا كمان على مستوى اللعيبه داخل باريس سان جيرمان. وقلنا ان كمان امبابي رغم ان هو طبعا يمكن مثل الاعلى كريستيانو رونالدو، لكن لما شاف ميسي داخل الملعب وفي التدريبات يعني انبهر كتير جدا جدا باداء ميسي. لسه عندنا يعني كلام كتير جدا عن الدوريات الاوروبيه، عندنا كمان يعني كمان عندنا يعني خاصه الدوري الانجليزي. زي ما بقول لحضراتكم احنا دايما بنحب اولادنا ودايما بنتابع محمد صلاح تريزيجيه، لكن محمد صلاح بصراحه يمكن زي ما بقول لحضراتكم من خلال الصحف دلوقتي في انجلترا الكل مهتم جدا بمحمد صلاح. محمد صلاح بيكتب تاريخ كبير جدا، محمد صلاح بيحرز للموسم الرابع او الخامس على التوالي في افتتاحيه البريمير ليج، ريكورد ما اعتقدش حد حققه. نتكلم كمان على محمد صلاح، يمكن كان في قبل البريمير ليج انتقال صلاح لباريس سان جيرمان، هل محمد صلاح هيروح ريال مدريد هيروح برشلونه؟ النهارده يمكن زي ما بقول لحضراتكم اداره ليفربول وطبعا يورجن كلوب والعلاقه الطيبه جدا جدا، وقد ايه مؤمن هذا المدرب بامكانيات محمد صلاح وعارف ان هو قوه ضاربه في ليفربول، بيجددوا عقده. محمد صلاح لسه عقده ممتد، لكن هيمددوا هذا التعاقد كمان لفتره طويله حفاظا على محمد صلاح اللي اعتقد يمكن ان شاء الله باذن الله السنه دي كمان يحقق يمكن بعد احرازه هدف في المباراه الافتتاحيه. كمان محمد صلاح باذن الله يكون هداف البريمير ليج السنه دي ويشرفنا، ويكون كمان انعكاسه طيبه جدا جدا على منتخبنا القومي اللي هيستهل طبعا بطوله افريقيا قريبا. زي ما بنتكلم على محمد صلاح كمان بنتكلم على تريزيجيه. يمكن استون فيلا بعد رحيل جريلتش الى المان سيتي يمكن كانت بدايه سيئه شويه، لم يشارك طبعا تريزيجيه، لكن زي ما بقول لحضراتكم الدوري الانجليزي دوري قوي جدا جدا، يعني كلنا متابعينه وكلنا بنحبه علشان خاطر محمد صلاح، ولكن يبقى اقوى دوري في العالم. كمان هنتابع مع حضراتكم يمكن ما اتكلمناش الاسبوع اللي فات على الدوري الالماني واللي كان ليا الشرف ان انا كنت موجود فيه. الدوري الالماني فيه ظاهره يعني طلعت السنه اللي فاتت اسمها هالاند. هالاند ده يعني ظاهره يعني انا في اعتقادي الشخصي كمان خلال السنتين ثلاثه اللي جايين هيكون من افضل او افضل لاعب على مستوى العالم. هالاند مع المباراه الافتتاحيه كمان مع دورتموند كان بيقدم اداء اكتر من رائع، عمل ثلاثه اسيست وجاب يمكن هدفين، في كانت ملحمه كبيره جدا فوز دورتموند على فرانكفورت بخمس اهداف مقابل هدفين. هالاند بيعمل ثلاث اسيست بيحرز هدفين، بيفكرنا الاسيست والهدفين بيفكرنا ونرجع للدوري الانجليزي بما قدمه بوجبا. بوجبا لاعب طبعا المان يونايتد، وقد ايه كان كمان كان في كلام عن انتقال بوجبا لريال مدريد، هل ينتقل لباريس سان جيرمان هل ينتقل لريال مدريد، لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم يمكن بيقول لنا على الايربيز كمان في خبر عاجل، يمكن زي ما كنت بكلم مع حضراتكم هل يجمع باريس سان جيرمان الاسطوره ميسي ورونالدو في فريق واحد؟ اعتقد ده هيكون قريب جدا جدا. وزي ما بقول لحضراتكم يعني لو هذا الثنائي تجمع لباريس سان جيرمان مع وجود مبابي مع وجود لعيبه على مستوى عالي جدا، اعتقد باريس سان جيرمان ما عندهاش بقى خلاص عندهاش حجه عدم الحصول على الشامبيونز ليج. ويمكن احد الخبراء في كره القدم العالميه قال الانتقال رونالدو مع ميسي لباريس سان جيرمان، قال لك لو انضم ميسي لباريس سان جيرمان وفي وجود ميسي وهؤلاء اللاعبين وهذا الكم من السبورت من يعني السبورت المالي، اعتقد على باريس سان جيرمان ان لم يحصل على هذه البطوله فيقفل ابوابه افضل يعني. لكن يعني كمان المفاجأة كمان اللي حصل يمكن لسه أعلن الويفا دلوقتي إن كريستيانو رونالدو وميسي لن يكونوا متواجدين على مستوى الجوائز الأفضل في العالم أو في أوروبا. اعتقادي ده كمان خبر أعتقد ما سمعناهوش من زمان، يعني خلال العشر سنين أو 15 سنة اللي فاتت كان دايما ميسي ورونالدو على قمة هؤلاء الجوائز ودايما متواجدين. فالنهارده ودلوقتي بنتكلم على كانتي وعلى جورجينيو وعلى طبعا واحد من الثلاثه، جورجينيو طبعا احد لاعبي ودي بروين، طبعا بنتكلم على كانتي على دي بروين، دول من الناس المرشحه للحصول على جوائز اليوفا. لكن المفاجاه الكبيره زي ما بقول لك ان هذه الجوائز او هذا اللقب
لا هيحصل عليه ميسي ولا هيحصل عليه رونالدو، وده اعتقد ما حصلش من سنوات طويله جدا جدا. هل فعلا رونالدو وميسي خارج سباق الافضل في العالم خلال السنوات اللي جايه؟ ده يمكن هنشوفه من خلال متابعتنا هنا في المحترف مع الدوري الايطالي وجود رونالدو مع اليوفنتوس، مع الدوري الفرنسي وجود ميسي مع باريس سان جيرمان، كل ده هنعرفه هنا من خلال المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. قبل الفاصل كنا بنقول لحضراتكم يمكن خبر عاجل من الويفا، ترشيح الثلاث الكبار اللي هيكون مرشحين للفوز للافضل في اوروبا. بنتكلم على جورجينيو طبعا نجم المنتخب الايطالي وفريق تشيلسي، بنتكلم على كانتي طبعا وسط الملعب الرائع لي طبعا فريق تشيلسي والمنتخب الفرنسي، وبنتكلم على دي بروين نجم المنتخب البلجيكي ويمكن نجم المان سيتي. خروج ميسي ورونالدو من سباق الأفضل في أوروبا، يمكن زي ما بقول لحضراتكم ما نفتكرش يمكن من سنين طويلة خروج طبعا الأسطورة رونالدو وميسي من جائزة الأفضل في أوروبا. عشان نعرف أكتر عن هذا الموضوع وكمان يعني نتغوط أكتر ونعرف أكتر على الدوريات الأوروبية وانطلاقها، يشرفنا يكون موجود معانا الناقد الكبير الناقد الرياضي أحمد مجدي. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الفل يا كابتن هاني، أهلا بيك منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي. نور حضرتك، وأحب أستغل الفرصة دي علشان أعبر عن فخري الشديد إن أنا قاعد مع واحد من قامات الكرة المصرية. ربنا يخليك. سواء كرويا أو إداريا أو فنيا كمدرب أو حتى إعلاميا الكابتن هاني. ربنا يخليك. ربنا يخليك. سعداء بيكون موجود معانا دايما يا أحمد، وزي ما بقول لك يمكن كان خبر يمكن كان مفاجأة لبعض الناس أو الكثير من الناس خروج ميسي ورونالدو من سباق الأفضل في أوروبا، وطبعا جورجينيو كانتي ودي بروين وترشيح الويفا لهؤلاء الثلاث لعيبة للحصول على الأفضل. شايف ده هل فعلا يعني دول الأفضل على مستوى أوروبا خلال العام الماضي، أو يعني انتقال ميسي عدم فوز مثلا رونالدو مع اليوفنتوس بالدوري الإيطالي كان ليه تأثير كبير على هذا الاختيار؟ هو الاختيار بين ثلاثي مكون من اثنين من تشيلسي اللي هو بطل الشامبيونز ليج ولاعب من مانشستر سيتي او نجم مانشستر سيتي الاول اللي هو كان وصيف الشامبيونز ليج، ده الاختيار الاكثر منطقيه في المعادله دي، لانه اي دخول بصراحه لميسي او رونالدو في الموضوع ده في جوائز الافضل السنه دي كان هيكون شيء مش منطقي، اولا لضعف مردودهم اوروبيا، وثانيا لانه ما فيش حد فيهم خد الدوري حتى المحلي. صحيح. الانجاز الوحيد اللي هما الاثنين حققوه ان رونالدو حقق لقب السوبر الايطالي وان ميسي حقق لقب كاس ملك اسبانيا وكوبا امريكا في الصيف، وده ما بيبقاش ليه دعوه قوي باختيارات اوروبا، ده بيبقى ليه دعوه اكتر بالبالون دور وبجائزه ذا بيست. فانا شايف ان الاختيار منطقي جدا وفي انتصار للمنطق لافضل الناس اللي لعبت فعلا اوروبيا السنه اللي فاتت، يعني دي جوائز يويفا، فده دول الثلاث اسماء اللي يستحقوا يكونوا موجودين في جائزه يويفا. من وجهه نظرك من الثلاثه دول يعني لو تم ترشيح او انت عندك قدره على ترشح واحد اثنين ثلاثه رتبهم لي كده، بنتكلم على جورجينيو طبعا نجم المنتخب الايطالي، بنتكلم على كانتي المنتخب الفرنسي، وكمان على طبعا النجم الاعظم اعتقد على مستوى الدوري على مستوى طبعا منتخب بلجيكا، في وجهه نظرك كده 1 2 3 مين الافضل؟ 1 2 3 جورجينيو دي بروين كانتي. جورجينيو في المركز الاول طبعا، واعتقد يعني دي مساله وقت، لانه لو ما كانوش عايزين يدوها لجورجينيو ما كانوش اختاروه في القائمه دي اساسا، لان هو الاول مره بيشارك في القائمه الفرديه دي، ثانيا هو يتفوق على كانتي في الموضوع ده بانه احرز لقب اليورو بعدها وكان من الركائز الاساسيه في تشكيله روبرتو مانشيني، فاعتقد ان جورجينيو هو صاحب الحظ الاكبر في نيل الجائزه دي ان شاء الله اخر السنه. طب اثنين؟ اثنين دي برويني، لان هو لو جينا نوزن اللي عمله نجولو كانتي السنه اللي فاتت فهو تفوق جدا على مستوى دوري ابطال اوروبا، ولكنه ما قدمش موسم هو الافضل لنجولو كانتي عموما. هو كان حاسم كالعاده في المراحل الحاسمه في دوري ابطال اوروبا، ولكنه ما قدمش افضل كره قدم ليه، فاعتقد ان المستوى اللي قدمه دي برويني مع مانشستر سيتي السنه اللي فاتت كلها في الدوري الانجليزي بيؤهله ان هو ينافس على المركز الثاني، ولكن اعتقد ان جورجينيو ما دام تم اختياره في القائمة القصيرة دي اللي مكونة من ثلاث أسماء فهي النية الكاملة لترشيحه. طيب احنا طبعا تابعنا واكيد انت كمان تابعت خلال يمكن الايام القليلة اللي فاتت انطلاق اربع البطولات يمكن من خمس بطولات كبرى، ان شاء الله يوم السبت اللي جاي كمان الدوري الايطالي هيبدأ. يعني شفت البدايات ازاي؟ يعني شفت بدايات هذه الدوريات ازاي؟ وطبعا خاصة بنركز طبعا على الدوري الانجليزي، شفت بدايات الاربع دوريات اذا كان الدوري الانجليزي الفرنسي طبعا الدوري الاسباني والدوري الالماني.
عموما يا كابتن هاني البدايات بتكون خادعه كتير. يعني البدايات حضرتك طبعا لاعب كبير وعارف اللي انا بتكلم فيه ده. ممكن فريق يعمل ماتشين ثلاثه يحسسك ان هو اخر السنه هياخد كل البطولات. صحيح. ولكن في عوامل موضوعيه بتدخل في نص السنه بتاثر. يعني مثلا لو احنا شفنا برشلونه في بدايه السنه بيلعب ماتش قوي جدا قدام واحد من اقوى فرق الليجا ريال سوسيداد، بيكسب 4-2، بيفضل كسبان 3-0 لحد تقريبا الدقيقه 80، بيقدم كره ممتازه جدا رغم الشكوك بعد ما ليونيل ميسي مشي، ولكن بين عشيات وضحاها زي ما بيقولوا رونالد كومان اختلق مشكله كده في اوضه اللبس مع كويادو مع ريكي بويج. ممكن العوامل ديت تاني اسبوع على طول تخلي برشلونه يتغلب من فريق اقل، او تخلي برشلونه يتعثر على المدى الطويل كمان 10 جولات ما تصدقش ان ده برشلونه اللي بدا. كذلك عودنا مثلا نادي زي ارسنال اللي يبدا بدايات قويه جدا المواسم اللي فاتت لخمس او ست ماتشات وبعد كده الكيرف بيبتدي ينزل، فهي البدايات خادعه. ولكن اذا اردنا يعني ان نستشف ملمح عام من كل الدوريات دي فاحنا بنشوف لاول مره مواسم واعده، يعني مواسم واعده يعني خاليه من بعض العبث اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت، سواء عبث ليه علاقه بمستوى كره القدم اللي بتتقدم، لانه مثلا كان في برشلونه بيبقى بيعاني من مواسم سيئه جدا واوضه لبس متهالكه وبرده ميسي بيخلص كل حاجه. صحيح. كريستيانو رونالدو في ريال مدريد بيعاني من مشاكل كتيره جدا وبتلاقي ريال مدريد واخد الشامبيونز ليج. فلما كل المعطيات اللي حصلت دي اللي كان فيها وباء فيروس كورونا وقف الانديه بالظبط عند المستويات الفعليه اللي هي فيه، احنا هنا بنشوف بدايه مواسم واعده فعلا من الناحيه التنافسيه، خصوصا ان برزت اسماء ثانيه ما بقتش الاسماء بس التقليديه هي اللي بتتردد. يعني احنا لقينا ليل خد دوري خد دوري في فرنسا السنه اللي فاتت، اتلتيكو مدريد خد الدوري الاسباني، انتر ميلان بيرجع بعد 10 سنين بياخد الدوري الايطالي، ليستر سيتي بيدخل البيك فور لحد في لحد الاواخر. فاحنا هنا بنتكلم على موسم انا متخيل انها مواسم واعده، وعوده الجماهير اضافت ثقه كبير جدا افتقدناه في حدود الموسمين اللي فاتوا، غير بقى الغزاره التهديفيه اللي هي سمه عامه في بدايه الجولات. ولكن زي ما بقول لحضرتك يا كابتن وحضرتك طبعا سيدي العارفين بكده، بدايات المواسم خادعه. طبعا ما تقدرش تدي منحنى او ما تقدرش تقول يعني مين اللي هيكون ليه اولويه في الفوز. طبعا لسه احنا في الاسبوع الاول او في بالزبط. البدايات، لكن دايما يبقى الدوري الانجليزي هو صاحب الهيبه الكبيره، ودايما بنتكلم على محمد صلاح وهنجيله من خلال طبعا لقائي معاك هنتكلم على الدوري الانجليزي وارقام صلاح، لكن كمان الدوري الايطالي مهم جدا ان احنا كمان تلقي نظره على الدوري الايطالي اللي ان شاء الله هيبدا ان شاء الله من يوم السبت اللي جاي. رحيل كونتي طبعا بعد فوزه باللقب رحيله عن الانتر، بنتكلم على اليوفنتوس، هل كريستيانو رونالدو قادر مع اليوفنتوس للعوده للقب تاني؟ بنتكلم على الميلان رغم غياباته الطويلة عن الشامبيونز ليج، لكن دلوقتي بدأ يستعين ببعض النجوم، بدأ حالة معنوية بالنسبة للجماهير تكون قوية جدا لحصول الميلان على السيريا آ. شايف انطلاق السيريا آ خلال الأسبوع اللي جاي وملامح الدوري الإيطالي زي السنة دي؟ هو الدوري الإيطالي زيه زي بقية الدوريات من ناحية نقطة إنها السنة دي غالبا معركة دوافع يا كابتن. السنة دي كل الأندية عندها دوافع ما تكونتش خلال العشرة 15 سنة اللي فاتوا. فاحنا بنتكلم على يوفنتوس مثلا وصل للمركز الرابع في آخر جولة من الدوري الإيطالي السنة اللي فاتت، محتاج أنه هو يحدث رد فعل قوي جدا، استعان بالمدرب اللي سيطر على الكرة الإيطالية سنوات طويلة ماسيميليانو أليجري في ظل شكوك حوالين مستقبل كريستيانو رونالدو واضطراره يكتب على الفيسبوك عنده وعلى منصات التواصل الاجتماعي عنده أن أنا مش ماشي. كل دي بتخلق دوافع مختلفة ان يوفنتوس مثلا، احنا بنتكلم عن يوفنتوس بس دلوقتي، يوفنتوس يرد الفعل، خصوصا انه كمان عنده دلوقتي تشكيلة هجومية اضيف ليها اسم مهم جدا هو فيدريكو كيازا. طيب قبل طبعا من يعني ما نشوف التشكيلة ونشوف مواطن القوة بالنسبة للثلاثة او الأربعة الكبار بالنسبة للدوري الإيطالي، معانا تقرير عن انطلاق طبعا السيري آ والدوري الإيطالي السبت اللي جاي نشوفه ونرجع مع ضيفنا الناقد الرياضي أحمد مجدي. اهلا بحضراتكم مره تانية احمد. شفنا من خلال التقرير بعض الاسئله وعلامات استفهام على هل قدره الانتر على الحفاظ على اللقب، هل زي ما انت كنت بتتكلم خلق دوافع جديده لليوفنتوس للحصول على اللقب، شايف صراع الاربعه الكبار ازاي بالنسبه للدوري الايطالي؟ انا شايف هو صراع الثلاثه الكبار ثلاثه، يعني احنا بنتكلم في يوفنتوس وانتر ميلان واسي ميلان، دي الانديه اللي على الاقل تستشف من تحركاتها البسيطه في الميركاتو ان هي عايزه تنافس اكتر على لقب الدوري الايطالي السنه الجايه.
بالذات يوفنتوس زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل، يوفنتوس عنده دلوقتي تشكيله هجوميه وضيف ليها عنصر مهم وكان موجود قبل كده، ولكن احيانا بطوله يا كابتن بتيجي تغير مستواك خالص وتغير ليفلك في الكوره. صحيح، بس خلي بالك برضو وجود مورينيو على راس يعني على راس الإدارة الفنية في روما، أعتقد دي دوافع كبيرة جدا على مستوى الجماهير، على مستوى الإدارة، على مستوى اللاعبين. هل أنت شايف أنك بتبعد روما، هل مش وجود مورينيو مش هيديله في السنة الأولى دفع للحصول على أو الوصول طبعا الحصول على السيريا؟ أنا أعتقد أن مورينيو في مشاريعه حتى السابقة كلها في كل الأندية اللي هو دربها، هو بيحتاج على الأقل موسم كامل بصفقات بفلوس كتيرة يكون بيها أساس يبني بيه مشروع. فأنا مش بعول على انطلاقة مورينيو مع روما السنة الجاية إلا لو كان جاب لعيبة بنفس الكواليتي اللي موجود في يوفنتوس وإنتر وبدرجة أقل في إيسي ميلان. ولكن روما ممكن مورينيو ممكن يكون يبني عنده مشروع، يعني يبني استراتيجية للموسم اللي بعد الجاي. صحيح. للموسم اللي بعده طول ما مورينيو موجود وطول في ملامح لمستقبل واضح ومشروع مستقبلي واضح، هنا ممكن ندخل روما. ولكن في المعطيات الحاليه خصوصا اللي اضيف ليها ان كورونا اثر جدا جدا على مداخيل الانديه وعلى الميزانيات اللي بتجيبها الصفقات وعلى طريقه انتداب الصفقات اصلا، فمورينيو ما عملش الميركاتو ولا ربع اللي هو يتمناه. وانت من خلال النقطه دي مهمه جدا كمان، كانت نقطه خلاف كبيره رحيل طبعا كنت على مستوى الاداره الفنيه للانتر بعد حصوله على الدوري، كان علامه استفهام. ولكن زي ما انت بتقول هو كان طالب لعيبه بمبالغ كبيره جدا، ويمكن مجلس اداره او اداره طبعا الانتر قالت له لا احنا مش هنقدر نوفر لك هؤلاء اللاعبين في السنه دي، احنا فعلا عندنا مشكله ماليه كبيره. يعني هو كونتي، ومش بس كونتي، انت مشيت في انتر ميلان مشوا كونتي واهم نجمين روميلو لوكاكو واشرف حكيمي، بس ده كان اختيار واضح لاداره انتر ميلان بعد ما خدوا الدوري، كانوا يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده عايزين يشعبطوا في انجاز كبير لما يعملوا بيه صفقات تداري التداعيات السيئه لفيروس كورونا ما تبقاش الجماهير زعلانه وحاسه. فلما مشوا روميلو لوكاكو مشوا اشرف حكيمي بحوالي 160 مليون يورو الاثنين، ومشوا كمان انطونيو كونتي اللي بنوده وشروطه الجزائيه ورواتبه بتبقى من بين الاعلى على الاطلاق في اوروبا، انتر ميلان ارتاح وخد نفسه وبدا بقى رهان مختلف على انه مكان مثلا اشرف حكيمي جاب قطعه اسمها دوم فرايس من هولندا، وجاب ايدن جيكو كلاعب راس حربه خبير مكان روميلو لوكاكو، والاهم سيموني انزاجي على البنش. كويس، انت من خلال كده تعالى معاك ومع الساده المشاهدين نشوف الماركاتو الصيفي في السيريا اه تم ازاي، ونرجع نعلق ميع مع الناقد الرياضي احمد ملك.
اهلا بحضراتكم مره تانية احمد. من خلال اللي شفناه يمكن انتقالات على مستوى الدوري الايطالي، انتقالات بتدل ان فعلا يمكن اليوفنتوس ناوي بشكل كبير جدا انه يرجع تاني للمنافسه والحصول على البطوله. شفت اهم الصفقات دي ازاي؟ اهم الصفقات اللي اتعقدت في ايطاليا للسنه دي يمكن مانويل لوكاتيلي لسه خلصنا اول امبارح، لانه لاعب يوفنتوس طرده من مده طويله، كان عايز ياخده من ميلان في وقت كان فيه هو احد نجوم ميلان الواعدين، وهو خد قرار ذكي جدا لوكاتيلي انه يطلع من ميلان في وقت ميلان ما كانش يعني كان كلاعب صغير ما تراهنش على فريق كبير بيبتدي يتعافى، ممكن لو انت عايز محطه اكبر في كاريرك. فهو نزلت ساسولو دي وكانت غريبه جدا بالنسبه للمتابعين كتير، لان واحد من اهم المواهب اللي ظهرت في خط النص في ايطاليا السنوات اللي فاتت. فلما يوفنتوس جابه وبرقم حاجه و30 مليون يورو السنه دي، واضح جدا 45 اعتقد 45 مليون تقريبا، فوضحت التخطيط اللي اللاعب نفسه شغال بيه على نفسه، غير ان يوفنتوس مستهدف صفقه او صفقتين في الميركاتو وهو جابهم، لانه جايب معاه كايو جورج، لعيب واعد جدا من البرازيل، بيراهن عليه سواء على مستوى تسويقه في المستقبل او على مستوى خلق نجم جديد. فانا شايف ان يوفنتوس دخل الميركاتو ده عايز عارف بالظبط هو عايز ايه بالظبط، محتاج ايه، وده سمه الميركاتو كله يمكن في انديه العالم مختلفه. ده اذا طلعنا باريس سان جيرمان من الموضوع، لان هو اولوياته ثانيه خالص. صحيح. طيب بالنسبه للانتر، طبعا انتقال لوكاكو كان في غضب جماهيري واسع جدا على مستوى مشجعي الانتر من انتقال لوكاكو لتشيلسي. هل هيؤثر بشكل كبير على مسيره الانتر في خلال الموسم دوت مع غياب هداف الدوري الايطالي والدبابه البلجيكيه لوكاكو؟ هو كمان غير كده لوكاكو، واللي كان بيمول لوكاكو بالاهداف اللي هو اشرف حكيمي. صحيح. فهو غياب في تحدي كبير، ولكن كان الموضوع حتمي، لان اداره انتر ميلان دخلت قايله لكل الجمهور ان احنا هنبيع الناس دي وهنمشي المدرب. كان الموضوع واضح جدا، حتى في نشوه الانتصار بالكالشيو السنه اللي فاتت كانت المسائل واضحه، ان احنا علشان نعرف ننتدب صفقات او نكمل لحد ما الكورونا تخلص لازم نبيع الناس دي. ودي شفافيه اعتقد مفتقدينها هنا على مستوى يعني الشرق الاوسط بشكل عام، ان يكون في بلان وان الاداره بتطلع تبلغ الجماهير رغم حصولنا على بطوله الدوري، رغم وجود افضل لاعب على مستوى العالم لوكاكو، رغم وجود كونتي مدرب كبير جدا، لكن احنا عندنا بلاننج عشان نقدر نستمر، عندنا بلاننج، ويبدا يشرحه للناس، يبدا يشرح الكلام دوت لمشجعي الانتر يعني. بالظبط. وعلى الناحيه الثانيه بقى ميلان كان بينوي ان الموسم دوت يكون موسم كبير جدا، وكان بينوي ان حملات التلقيح تساهم في تعافي الانديه الايطاليه من فيروس كورونا، ولكنه برضه عمل انتدابات بسيطه جدا، اهمها يمكن اوليفي جيرو من 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 تشيلسي، ومايك ماينان عشان يعوض غياب دوناروما، هو حارس ممتاز جدا وكان احد اهم عوامل فوز ليل بالدوري الفرنسي السنه اللي فاتت. مايك ماينان. فانا متخيل زي ما قلت لحضرتك ان الصراع ثلاثي، الا اذا مورينيو فاجئنا بشيء بدري قوي، يعني شيء بدري نراهن عليه، ولكن انا متوقع ان مورينيو زي ما قلت لحضرتك لو قعد في روما، لو هو مكمل سنوات طويله، فهو بيطمح لمشروع مستقبلي يكون ليه في موسم او اتنين يعرف يبرم صفقات بارقام كبيره. على مستوى الميلان وبنتكلم على مستوى التدعيم في خط الهجوم، جيرو يعني يتواجد بجانب طبعا ابراهيموفيتش، يمكن ابراهيموفيتش كان علامه مميزه في الدوري الايطالي الموسم اللي فات رغم تقدمه في سنه، لكن كان بيقدم مستويات كبيرة جدا. هل جيرو كمان يعوض أو يكون أداة فعالة مع إبراهيموفيتش لوصول الميلان للقب السيريا أ السنة دي؟ هو لعيب زي جيرو موجود دلوقتي في السن المتقدمة دي عشان يعمل لك عمق في التشكيلة، لأن أنت مهاجمك الأبرز اللي أنت بتعول عليه هو زلاتان إبراهيموفيتش اللي هو عنده 40 سنة أساسا، فأنت محتاج إن يبقى في اتنين مهاجمين خبراء في الكرة الأوروبية تقدر تعول عليهم وتقدر تبني عليهم. واللي كان متاح لميلان في الميركاتو في الوقت ده هو انه يجيب صفقات اللي هي بمليون يورو لعيب فري، ده اللي كان متاح كله. صحيح. فدي الطريقه اللي ميلان قيم بيها مساله ازاي دعم خط هجومه السنه دي، ما كانش عنده اختيارات كتير، ولكن هو ده اللي فرضته. طيب تعالى نشوف كمان بدايه السيريا نشوف الجوله الاولى هتتم ازاي من خلال الجدول اللي هنعرضه، ونناقش دوت مع ضيفنا
زي ما بنتكلم يعني دايما الجولات الاولى ما بتديش انطباع مين اللي هيفوز بالبطوله ده اكيد، لكن بيكون مهمه جدا، مهمه جدا في البدايات، البدايات بتكون قويه، وخاصه زي ما بنتكلم واحمد كان بيتكلم على مستوى الصراع الثلاثي ما بين اليوفنتوس والانتر والميلان للحصول على السيريا اه السنه دي. يمكن الجدول زي ما انت بتقول المباريات ما بتبقاش مؤشر، لكن اكيد بتبقى بدايه، الفرق بتقدم مستويات كويسه، و على مستوى الأندية القمة على طول دايما بيكون البداية بتكون مهمة جدا جدا يعني. بالذات مثلا يوفنتوس يعني دلوقتي الإنتر هيقابل جنوا، فيرونا مع ساسولو، إمبولي مع لاتسيو، تورينو مع أتلانتا، أودينيزي هيلاعب اليوفنتوس، أول مباراة لليوفنتوس خارج أرضه هتكون مع أودينيزي، بولونيا طبعا هيلعب على الأرض، روما مع فيرونتينا، نابولي مع فينيسيا، كالياري مع سبيزيا، وسامدوريا مع الميلان. الميلان واليوفنتوس يعني اول اسبوع بيلعبوا خارج ارضهم، ايه رايك في الجدول دوت وتاثيره على بدايات الفرق الاولى يعني؟ يوفنتوس عنده ماتش صعب جدا ومعقد قدام اودينيزي، لو حسمه بسهوله وبسكور مريح هيقدر يدي لنفسه براح انه يبدا الفتره اللي جايه باعصاب اريح. كذلك ميلان عنده ماتش صعب قدام سامبدوريا، انتر بمهمته اسهل نسبيا قدام جنوا، ولكن برضه في ظل الشكل الجديد اللي هيدخل بيه النادي، مدرب جديد ونجوم تم راحلهم ونجوم جديده جت في الملعب اللي هم بالذات دومفرايس وايدن جيكو، فبدايه الدوري الايطالي ممكن نقدر نستشف منها فعلا كل فريق واقف فين بالظبط من حيث الدوافع، بالذات ميلان مثلا. يعني ميلان لو بدا الدوري مع سامبدوريا بانتصار كويس هيقدر يبني على المستوى المتطور اللي حققه السنه اللي فاتت في السيريا اه بعد مده طويله، وده اللي شفناه يمكن السنه اللي فاتت، كل فوز بيعزز المعنويات اكتر، وشفنا الميلان بيحقق على مدار 4 أو 5 أسابيع فوز على التوالي، ده بيبقى شيء مهم جدا. هنكمل حوارنا مع الدوريات الاوروبيه لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، برحب بحضراتكم مره ثانيه في المحترف، وبرحب بضيفنا طبعا الناقد الرياضي احمد مجدي. احمد، يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على الصراع الثلاثي ما بين اليوفنتوس والانتر والميلان للفوز بالسيريا اه، عايزين نروح للدوري الالماني. الدوري الالماني انطلقت خلاص اول اسبوع منه، ملامحه ازاي؟ هل انت شايف ان البايرن المستحوذ دايما على البوندس ليجا يكون ليه الحظوظ او الحظوظ الاكثر، ام ممكن يخش لايبزيج، دورتموند ممكن ينافس، جلادباخ ماشي بشكل كويس، برضو رؤيتك لبدايه الدوري الالماني ازاي السنه دي؟ بايرن ميونخ كابتن بدا بتعثر، هو اللي مش متابعين بوندس ليجا يفتكروه تعثر، لانه من اصعب الماتشات هي ماتش بروسيا مونشن جلادباخ في بروسيا، من الماتشات اللي بتتعقد جدا، ومن الخصوم اللي قدروا يخلقوا مشاكل لبايرن ميونخ، الخصوم القلائل اللي قدروا يخلقوا لبايرن ميونخ مشاكل في الدوري الالماني السنين اللي فاتت. فالتعادل اه مخيب بعض الشيء لامال جماهير بايرن، ولكن لازم ده ما ينفصلش ان دي اول مباراه لناجلزمان مع 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 بايرن ميونخ. عايز اخد رايك في النقطه ديت، شاب صغير لسه يمكن وبيمسك نادي بحجم بايرن ميونخ، يمكن اه مدرب كويس، مدرب واعد وكل حاجه، لكن هل الضغوط بتكون مؤثره؟ هل نتائج السنه دي وانت عارف ان البايرن يمكن كمان عمل ثلاثيه رائعه السنه اللي فاتت وكان افضل فريق في العالم، هل الضغوط ممكن تأثر عليه، ولا انت شايف انه فعلا مدرب واعد يقدر يحقق بطولات مع البايرن السنه دي؟ هو ناجلزمان اثبت مع لايبزيج انه ان لم يكن افضل مدرب شاب في العالم فهو من بين الافضل على الاطلاق. ده حقيقي. دي نقطه، النقطه الثانيه في انديه يا كابتن الريسك فيها بيكون قليل جدا. يعني في نادي يخلي المدرب ياخد الريسك مطمئن، منها بايرن ميونخ. لما انا نادي لما نيكو كوفيتش مثلا اللي هو كان كارثي وفي نفس الوقت كان في المركز الثاني والثالث، هانزي فليك اول تجربه تدريبيه على الاطلاق ياخد سداسيه على مستوى اوروبا، في انديه بتساعدك يا كابتن على سواء من ضغط الجماهير او من حيث سواء من ضغط الجماهير او من حيث القوه اللي اللعيبه فيها. صحيح. التجانس، التناغم، الضغط الاعلامي، القوه في الملعب وخارج الملعب، بايرن ميونخ من الانديه دي الريسك فيها بيبقى قليل. فناجلزمان مسيره هيلاقي التوليفه بدري يعني، لانه مدرب عنده افكار واعده، ولكن النقطه اللي هتواجه ناجلزمان انه صعب جدا فريق يخسر قلبين دفاعه الاساسيين في موسم واحد، دي نقطه بالغه الاهميه. والاختيار اللي هو اختاره انه يتعاقد سواء بايرن ميونخ او ناجلزمان انه يتعاقد مع دايت اوباميكانو ويرحل الثنائي جيروم بواتينج وديفيد ألابا في نفس الوقت صعبه جدا او ريسكي جدا، وممكن تخلق مشاكل في دفاع بايرن ميونخ بالذات لو تطرقنا للمستوى الاوروبي، لما يلعب في المستوى الاوروبي الاعلى
وتلعب على مستوى الخبرات طبعا بالزبط. على مستوى الخبرات اكيد، ولكن هو رهان يعني صاب، هنقول ناجلزمان عبقري ونجم النجوم في القرار ده، ولو خاب هنعلق برضه لان مساله بديهيه، زي ما ريال مدريد مثلا فرط في فاران وسيرجيو راموس في نفس الموسم، قلبين دفاعك الاساسيين المستمرين بقالهم سنوات طويله، صحيح لو عايز تفرط فيهم فرط فيهم سنه ورا الثانيه مثلا، بس ان الاثنين يطلعوا في نفس الوقت، وحضرتك من كبار قلوب الدفاع في تاريخ مصر وعارف الكلام ده كويس، قلبين الدفاع لما بيتشالوا من الفرقه صعب جدا ان انت تخلق توليفه دفاعيه. فان دايك على مستوى حتى ليفربول ونادي كبير، فان دايك لما غاب على ليفربول كانت كارثيه، رغم ان ليفربول السنه دي عمل صفقه في الميركاتو هي ابراهيم كوناتي، صحيح علشان هو مش مستعد تاني. عارف حضرتك يا فندم ان غياب فيرجيل فان دايك السنه اللي فاتت خلى ليفربول لعب ب 20 ثنائي دفاعي، 20 ثنائي دفاع مدرب الفرقه كلها، رقم اعتقد غير مسبوق، جاب اللي من نص الملعب وجاب اللي من الاطراف وجاب اللي، عملت مشكله كبيره جدا. فلما تخسر اثنين اساسيين بيلعبوا بقالهم اكتر من 5 أو 6 سنين بشكل اساسي في قلب دفاعك، ده تحدي كبير جدا هواجه ناجلزمان، ولكن هو بيعول ان دايت اوباميكانو كان معاه في لايبزيج وعارف يقدر يطلع منه افضل نسخه طبعًا. ولو انه لسه هياخد خبرات، لانه لسه شاب هياخد خبرات، لسه في صقل كتير هو مستنيه. طب نقطه ثانيه عايز اكلمك فيها احمد، بالنسبه للدوري الالماني ما بنشوفش الصفقات حتى على مستوى البايرن طبعا اكيد عنده فلوس كتير جدا، لكن ما بنشوفش في الدوري الالماني الصفقات ب 100 مليون و120 مليون و130 مليون. هل دي سياسه الدوري الالماني؟ هل دي سياسه الادارات؟ هل ديت كمان اقتناع المدربين وخاصه المدربين الشباب ان هم ياخدوا من بين قوسين اكاديميات النادي، ممكن الترانسفير يكون في حدود المعقول؟ رايك ايه في النقطه ديت؟ حضرتك لعبت في المانيا طبعا وعارف. طبعا الفيجن في المانيا مختلف تماما. هي القصه ان انا بكون من اكاديمياتي ومن اللعيبه الالمان اللي في الانديه الثانيه، يعني حاجه تشبه خليط متجانس كده ما يلاقيهوش لا الليجا ولا البريمير ليج ولا اي حد، حتى لو احنا مستوانا يعني حتى لو الالمان مستواهم هيكون اقل شويه كدوري، صحيح. ولكن لما هاجي العبك هيبقى اللعيب بتاعي متاسس صح جدا بدنيا وفنيا وذهنيا، ولاعب منتخبات بيلعب مثلا، اللعيب الصغير اللي بيلعب في بايرن ميونخ ده بيلعب مثلا حوالي 60 ماتش دولي في الفئات السنيه الادنى، مظبوط، قبل ما يلعب في الدوري الالماني 10 11 ماتش، فلما فيطلع لك نماذج زي جوشوا كيميتش من غير فلوس خالص، جبته اهو ليون جوريتسكا، اسامي مارك رويس في بروسيا دورتموند، اسامي انت ما جبتهاش مع ان قيمتها الفنيه لو طلعت من الدوري الالماني هتتباع بعشرات الملايين على مستوى كمان زمان فيليب لام، وبتتكلم على بالك، بتتكلم يعني كلها اسماء طالعه من الدوري الالماني، ما فيش الترانسفير ماركت العالي جدا المبالغ فيه بالنسبه للدوري الالماني. طب شايف حظوظ جنب حظوظ البايرن، ويمكن البايرن دايما هو المرشح الاول للحصول على البوندسليغا، شايف حظوظ دورتموند ازاي؟ شايف لايبزيج هيمشي ازاي؟ مونشنجلادباخ، نتكلم على بعض الفرق اللي ممكن تكون بتنافس بشكل كبير البايرن. واقعيا ومنطقيا طبعا بروسيا دورتموند هو الاقرب لمنافسه البايرن، لانه جاله معطى مختلف تماما، هو ايه؟ ايرلينج هالاند. ايرلينج هالاند لعيب من فلتات اللي ظهرت في السنوات اللي فاتت، صحيح. والمهم جدا في هالاند ان هو لعيب عرف بدري طريقه التطور، لان انت لما تبقى لعيب صغير ويبقى ملاحظ عليك ان كل موسم او كل حتى نص موسم انت بتضيف لنفسك كلاعب حاجه، ده معناه ان انت بعمر 25 و26 سنه قادر توصل لليفل انت نفسك ما كنتش متخيله، ده اللي بيحققه ايرلينج هالاند. على الناحيه الثانيه دورتموند بيراهن على صفقه دولين مالين السنه دي من هولندا، لان هو دايما بيكون عنده اختيار ثاني، يعني عنده لعيب نجم زي ليفاندوفسكي مثلا وجوتزي، او ليفاندوفسكي ورويس، اللعيب الثاني دوت دورتموند بيفكر فيه تسويقيا قبل ما بيفكر فيه زي جيدون سانشو. دي سياسه دورتموند من زمان، عملها مع اوباميانج ومع ليفاندوفسكي ومع عثمان ديمبلي، مع اسامي كتيره جدا هو بيكونها تحت نجم يستفيد منها سنتين او ثلاثه باقصى درجه ممكنه، وبعدين يبيعها بعشرات الملايين بيجيب بعض بيها. الجماهير يمكن كانت بتعترض على هذه السياسه شويه، وقال حان الوقت ان احنا نحصد بطولات كتيره وان احنا ما نفرطش في اللعيبه. العلاقه ما بين الاداره والجماهير، انت شايف ممكن خلاص دورتموند من خلال وجود هالاند، من خلال وجود نجوم كبيره، بالرغم متوسط الاعمار قليل، ودايما دورتموند عنده متوسط الاعمار بتكون صغيره شويه، هل ده كمان حافز ان دورتموند يكون يعني منافس شرس للبايرن؟ طبعا السنه دي منافس شرس جدا، وعنده اللي مش عند غيره اللي هو هالاند، عنده اللي مش عند بايرن ومش عند اي نادي في العالم دلوقتي، راس حربه بحجم هالاند، لان هالاند بيتطور بشكل مخيف، ولما هنستعرض اهدافه في الدوري الالماني
بيتطور بشكل مخيف على مستوى الجري بالكوره، على مستوى قطع المسافات، على مستوى اللعب برجلين الاثنين، كل ده ما كانش عنده اول لما كان في ريد بول سالزبورج. وكمان دورتموند بيراهن على هالاند لسنوات طويله. عشان كده ما زي ما بقول لك، هو انت بتقول دورتموند دايما عنده عمليه التسويق مهمه جدا، رغم يمكن في الماركاتو الصيفي كان اثير، ويمكن كمان وكيل هالاند كان موجود في برشلونه وقعد مع برشلونه وقعد مع ريال مدريد، يمكن كان ممكن يوصل ل 150 او 120 مليون يورو، لكن دورتموند احتفظ بهالاند رغم العائد الكبير اللي كان هيرجع له. هل دي اشاره من اداره دورتموند ان احنا لا احنا موجودين وهنخش بقوه على سباق المقدمه؟ زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، هالاند دورتموند باني عليه لسنوات طويله، ولو في اتجاه تسويق البيع صفقه واعده هي دولين مالن اللي انا جاي اللي هم جايبينه السنه دي، لان هالاند يعني منو رايولا من اخبث وكلاء اللاعبين في العالم. اكتر واحد يعرف يعني ممكن يكرس نزلته الصيف ده كله علشان يعلي سعر السنه الجايه كلاعب، يعلي سعر السنه الجايه مش السنه دي. ده اللي بيعمله دلوقتي مع هالاند، وده اللي بيعمله دلوقتي بالذات مع بوجبا. هو بيتفاوض لبوجبا من دلوقتي على راتب السنه الجايه، لانه السنه الجايه هيكون فري. بيقل يعني قال لبوجبا اكيد فيما معناه، وده اللي بان جدا في انطلاقه الدوري الانجليزي، العب موسم عمرك، لان الموسم ده هتلعبه انا بضمن لك بيه راتب كويس سواء جددت او ما جددتش. وكان ليه كمان فايده على المستوى المعنوي، شفنا بوجبا على مستوى المنتخب الفرنسي كمان في اليورو 2020 كان ففي وكيل اعمال يقدر يحقق يجيب لك اعلى راتب، ولو اضطرينا نبيعك نجيب اعلى صفقه للنادي واعلى عموله ليا كوكيل واعلى راتب ليك كلاعب، بتبقى كل الاطراف. فاعتقد ان اللي عمله كله مينو رايولا الصيف اللي فات ده، يعني انت رايح لبرشلونه اللي هو اساسا عليه ديون بمليار و100 مليون يورو، ورايح تقول له ادفع 150 في هالاند، يعني ما عرفوش يسجلوا اللعيبه غير لما بيكيه نقص شويه من راتبه، ما عرفوش يسجلوا اللعيبه في رابطه الليجا علشان يلعبوا. فانت رايح صفقه مش منطقيه، ريال مدريد اللي جايب الابا فري وما جابش غيره، رايح هي عمليه تسويقيه اكتر منها عمليه حقيقيه. هو بيعول في الميركاتو على دول، اعتقد على مالن. هي دي الاسطمبه اللي ماشي بيها بروسيا دورتموند في الميركاتو اخر 10 سنين كمان. طيب عايزين نشوف انا وانت كمان استعراض النتائج الجوله الاولى من الدوري الالماني، ونشوف زي ما انت قلت كان البايرن عنده مباراه صعبه مع مونشنجلادباخ، نشوف كمان الدوري ونشوف بعض الفرق اللي كمان صاعده من البوندس ليجا من السكند بوندس ليجا. بروسيا مونشنجلادباخ والتعادل مع البايرن 1-1، ارمينيا بيليفيلد 0-0 مع فرايبورغ، شتوتغارت وفوز كبير جدا 5-1 على جورت فورت، وفولسبورغ والفوز على بوخم 1-0، يونيون برلين التعادل مع بايرن ليفركوزن 1-1. كلها يعني زي ما تشوف الدوري كمان الالماني زي الدوري الانجليزي اهداف كتيره، ودايما الدوري الالماني دوري مفتوح. بروسيا دورتموند الفوز 5-2 على فرانكفورت، ماينز وفوز 1-0 على لايبزيج، كولن 3-1 على هيرتا برلين، اوكسبورغ والهزيمه من هوفنهايم 4-0. انا اتمنى شتوتغارت مثلا يلاقي طريقه تاني ان هو يعرف ينافس على اول اربع مراكز حتى ويرجع لاوروبا. لايبزيج فاجئنا بالخساره قدام ماينز في الجوله الاولى، لانه منتشي جدا بالتجديد لانجلينو لاعبه الاسباني، لاعب قدم معاه مستوى غريب جدا لانه كان بيلعب باك ليفت في مانشستر سيتي، وما كانش من المرجح ان هو يقود يعني قاطره هجوم لايبزيج بالشكل ده، فكانت الخساره مفاجاه في الجوله الاولى. بس يقدر يتعافى، لا وارد يعني وارده. مونشنجلادباخ حقق نتيجه كويسه مع البايرن يقدر يبني عليها، واعتقد مونشنجلادباخ برضو بيجري في المراكز اللي تعرف تاهله شامبيونز ليج او تاهله يوروبا ليج. هو هي دي الاهداف الموسميه لبروسيا مونشنجلادباخ، الى جانب بيع لعيب او اثنين. هو عارف بالظبط التارجت بتاعه بالزبط. يعني على بتتكلم على الدوري الاوروبي، بتتكلم على صفقه ممكن يسوق لعيب بشكل كبير. عايزين نشوف كمان الجوله الجايه بالنسبه للدوري الالماني، هنشوف برضو مواجهات، هنشوف البايرن هيقابل مين، دورتموند هيقابل مين. نستعرض برضو مع حضراتكم جدول او يعني مباريات الجوله الثانيه من الدوري الالماني. لايبزيج هيلاعب شتوتغارت، مباراه قويه جدا ده بكره ان شاء الله. انتر فرانكفورت هيلاعب اوكسبورغ، بروسيا دورتموند مباراه اعتقد مباراه سهله على المستوى الفني مع فرايبورغ، هيرتا برلين مع فولسبورغ، ماينز مع بوخم. طبعا كلها مباريات ما فيش مباراه سهله، لكن يعني اعتقد دورتموند عنده مباراه سهله. جروتفورد عنده مباراه مع ارمينيا بيليفيلد، باير ليفركوزن امام بروسيا مونشنجلادباخ، هوفنهايم امام يونيور برلين، والبايرن عنده مباراه اعتقد برضه هتكون مباراه على مستوى سهله امام كولون. اعتقد بايرن ميونخ في طريق لتحقيق فوز سهل، كذلك بروسيا دورتموند قدام فرايبورغ. قمه الجوله ممكن تكون بين لايبزيج وشتوتغارت. اتمنى التوفيق لعمر مرموش مع فولفسبورغ. لسه هكلمك
اتمنى التوفيق مع لانه فعلا لعيب انا بحب النماذج اللي بتتطور بدري جدا بره الانديه المعتاده انها يعني تتالق فيها وتطلع بمكافحه تماما وتكمل وتوصل تتدرج زي ما قلت لحضرتك فيها مش تطور اللي هالاند اخده. عمر مرموش ماشي بالسيستم نفسنا حد يبص عليه. يمكن كمان دي رساله لمنتخبنا الكابتن حسام البدري. عمر مرموش لاعب مميز جدا بيلعب في فولسبورغ، كان ليه مشاركه مع فولسبورغ في اول اسبوع في البوندسليغا، كمان بعد اعارته لسان باولو السنه اللي فاتت وقدم مستويات اكتر من رائعه حتى في البوندسليغا 2 وكان هداف الفريق. اعتقد مهم جدا ان احنا نشوف اولادنا اللي بيتالقوا في الدوريات الاوروبيه الكبيره. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع تاني ونكمل حوارنا مع الناقد المتميز احمد مجد. اهلا بحضراتكم مره تانية. احمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم على الدوري الالماني وصراع دورتموند مع البايرن، ويمكن كان في مباراه السوبر عامه كانت مباراه السوبر في الطبيعي انها كانت بتعمل اسبوع قبل انطلاق البوندسليغا، لكن يمكن كان في المباراه كانت امبارح وفوز البايرن على دورتموند 3-1. شايف ده يدي مؤشر ولا هي مجرد مباراه هنقول احتفاليه موسم جديد، وبالنسبه للبايرن هي خطوه يعني بياخدوا كاس ويحطوه زياده في دولابهم؟ قبل ما نشوف اجابتك تعالوا نشوف اهداف مباراه السوبر ما بين بايرن ميونخ ودورتموند وفوز بايرن 3-1. طبعا البايرن هو بطل السوبر الالماني، بس هتكلم على اثنين. احنا كنا بنتكلم واحنا بنتفرج على الاهداف، نتكلم على ليفا قاطره بشريه، احسن مهاجم في العالم على مستوى التهديف دلوقتي، رايك فيه ايه وهل مؤثر لدرجه انه كمان يحسم البطوله البايرن؟ وعلى الجانب الاخر كنا بنتكلم على هالاند وماركو رويس لاعبي طبعا دورتموند. شايف الثلاثه دول ازاي بالنسبه للبايرن وبالنسبه لدورتموند؟ يعني طبعا ليفاندوفسكي واحد من افضل المهاجمين اللي ظهروا في العالم في اخر 20 سنه على الاقل. يعني ليفاندوفسكي مهاجم عنده قدره ان هو يفصل تماما اي ضغوط، يعني هو بيجيب الاجوان دي. في اخبار كتيره جدا بتشير ان هو عايز طالب الرحيل من بايرن ميونخ، وان بايرن عرض يعني طالب سعر فيه 100 مليون يورو عشان يتنازل عنه، والاخبار دي من مصادر قويه جدا. انا باعتقادي يعني 100 مليون مش كتير على لعيب زي ده بصراحه، مش كتير بس صعب جدا تدفع في الوقت ده كمان من الميركاتو اللي هو الميركاتو بيخلص. يعني لو كانت صفقه تم تجهيزها والدعايه ليها والكلام ده بقى يعني في تمهيد ما كان ممكن يكون منطقي، لكن دلوقتي الامور الموضوع صعب. ولكن مع رغم كل ده في مهاجمين تتحط قدام الجون مالهاش دعوه باي حاجه بتحصل. هو بيجيب جون، هو دي شغلانته وبينام ويصحى كل يوم علشان يعمل ده، يجيب صحيح. جون اول ما ينفرد ما لهاش اي سياق تاني. بالنسبه لماركو رويس، ماركو رويس واحد من اهم المواهب اللي ظهرت في المانيا وفي اوروبا السنوات اللي فاتت برضه، ولولا الاصابات الكتيره صحيح. اللي قطعت ومواسم كتيره، ومن عوامل قوه رويس ان مهما رجع بيرجع قوي جدا، بيتصاب سنه كامله، يتصاب 9 شهور، يتصاب اصابات ويرجع بعد ماتشين ياخد اصابه تانية وبيرجع قوي.
ولكن الاصابه حرمتنا من مشوار تاريخي لمارك رويس، مع انه جايب داخل في 150 جون في البوندس ليجا، يعني هو لعيب تاريخي بالفعل. وكمان على مستوى المنتخب الالماني افتقده فترات طويله، كان في احسن حالاته ويمكن الاصابات ابعدته. لكن كمان زي ما بقول لك هالاند كمان بيظهر في الصوره، يعني مهاجم في اعتقادي ليه شكل معين، ليه طابع معين، ويمكن انا وانت هنحلل يمكن اهدافه اللي احرز يمكن هدفين وعمل 3 اسيست امام فرانكفورت، ليه ستايل معين ومختلف ولاعيب صغير. يعني هو زي ما قلت لحضرتك، لما يبقى عند اللعيب هامش تطور بدري يوضح لك ان هو بيتعلم وعايز يوصل لمستويات اعلى. لما يبقى عنده 21 او 22 سنه ويبقى معدي 200 جون في الدوريات كلها، فانت بتتكلم على لعيب يعني قادم بقوه، علشان رقميا على الاقل يكون طفره. يعني لما احنا شفنا ميسي ورونالدو ما كناش مصدقين ان ممكن حاجه تيجي بعدهم، ايرلينج هالاند بيقول لنا ان كل حاجه ممكن، يعني كل حاجه ممكن تحصل على مستوى الارقام طبعا، لانه بيتطور يا كابتن بشكل غريب. يعني لعيب اشول بيجيب جوان كتيره جدا من بره 18 بيمينه في سن صغيره. يعني حتى ميسي لما بدا يلعب باليمين كان الكلام ده مثلا بقى عنده 23 24 سنه، لما ابتدينا نلاحظ طفره ميسي انه بدا يطور نفسه في الجنب ده. اما ان انت تطلع من ريد بول سالزبورج، تطلع موسم او اتنين في دورتموند، تبدا تلعب باليمين وتجري وتاخد انت شايف ان طويل. التطور هالاند استثنائي بالنسبه للفتره الزمنيه اللي قضاها سنتين في البوندس ليجا، اعتقد التطور بشكل كبير جدا، ولسه زي ما انت بتقول لاعب صغير، مع اعتقادي هو مش هيقعد كتير في دورتموند، يمكن السنه اللي جايه او اللي بعديها ممكن ينتقل لاحد الانديه الكبيره، فوارد جدا نشوف ظاهره جديده على مستوى الكره العالميه. طيب هنسيب البوندس ليجا والسوبر الالماني ونروح للدوري الانجليزي وحصاد يمكن الاسبوع الاول. لكن قبل الحصاد عايز اكلمك، ودايما بنتكلم ان دايما الدوري الانجليزي الترانسفير ماركت بيكون بارقام كبيره جدا، وان يمكن اغلى 3 صفقات على مستوى المد، مش على المستوى الفني، على مستوى الانتقالات، هو بيقدمها البريمير ليج من خلال الانتقالات لوكاكو، بنتكلم على انتقالات سانشو من دورتموند للمان يونايتد، بنتكلم على جريليتش من استون فيلا للمان سيتي. ليه عامل برضو يا كابتن، انه لما فيروس كورونا جه والانديه وقفت قدام ميزانياتها الحقيقيه، ظاهر جدا فرق ان انت تبقى ممول وان انت الكره هي اللي بتمولك. صحيح، لان كل الانديه اللي عملت الصفقات الكبيره دي، سواء مانشستر سيتي مملوك لخلدون ابن المبارك، مملوك مانشستر سيتي لال جليزر، مملوك مين تاني، تشيلسي رومان ابراموفيتش، هي خلاص حتى على مستوى لما يقول لك احتمالات ميسي يروح في حته، فكل العالم بيتكلم، يعني هم 2-3 انديه في العالم هم القادرين على الشراء. منطقيا خلاص انت مش هتقول راتبك والقيمه اللي هجيبك بيها من النادي اللي انت فيه، فمنطقيا الانديه اللي مملوكه لممولين بشكل ما مش بيفكروا بقى في العوائد دلوقتي قد ما بيفكروا في الصوره التسويقيه. طيب، قد بيفكروا في المشروع والقيمه الماديه اللي ممكن احققها في 10 سنين، غير نوادي ثانيه بتفكر انا هعمل ايه السنه الجايه، ولازم الكوره دلوقتي تجيب لي فلوس للسنه الجايه، يا اما هضطر ان انا انزل باللعيبه بتاعتي سواء من الكواليتي او من الرواتب او من الصفقات، او اجيب ناس من الاكاديميه وراهن على مشاريع ممكن تكون نسبه الخطوره فيها عاليه. ده الفرق، يعني ده ببساطه السبب اللي الدوري الانجليزي سمعنا فيه الارقام دي، ولو كانت برضو محدوده. يعني لما تشيلسي دخل في صفقه لوكاكو، احنا كل الناس كانت عارفه ان دي الصفقه الوحيده اللي تشيلسي عايزها في الميركاتو ده، فبدل ما بجيب لعيبه كتيره الاهداف متباينه، لانه بعض الانديه بتجيب يا كابتن 4 أو 5 لعيبه علشان في الاخر يجيب لعيب، بس هو بيودي على ال4 أو 5 لعيبه دول، بيوديهم على الانديه الثانيه من الاخر. طب انا هسالك سؤال، لو ما كانش جريليتش راح من استون فيلا للمان سيتي، هل كان يتواجد ميسي في البريمير ليج من خلال المان سيتي، ولا كانت الامور محسومه بالنسبه لباريس سان جيرمان؟ لا، هو كل حاجه جاب بسرعه، يعني الموضوع كله عشان جه بسرعه، لا مانشستر سيتي لحق يجهزه ولا باريس سان جيرمان، كان هو الوحيد اللي جاهز، هو الوحيد اللي معاه فلوس. يعني لو كانوا يعرفوا بس مانشستر سيتي ان ميسي هيمشي، كان ممكن ما اتكلموش في هاري كين قبل ما مظبوط، يعني لسه الملف بتاع هاري كين ده ملف كبير برضو، ممكن في خلال ال 10 ايام اللي جايين دول يحصل حاجه كبيره في الميركاتو، ان هاري كين يجي مانشستر سيتي. كل المؤشرات هو عايز يروح مانشستر سيتي، ولكن الرقم اللي اتدفع في جاك جريليش صعب جدا تدفع عليه رقم كبير لهاري كين. فهي القصه انه انا بعتقد ان هو بيماطل او بيزهقهم علشان ياخدوا قرار دلوقتي في الميركاتو، لان ما دخلش اول مره نسمع انه ما بيحضرش تدريبات. هاري كين من اللعيبه الملتزمه جدا 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 جوه وبره الملعب، لما يوصل لمرحله انه ما بيحضرش تدريبات، ما بينتظمش في فتره الاعداد، كل الحاجات دي كلها علامات مؤشرات طبعا. ولكن منطقيا برضو انا متخيل ان هو ممكن يكون هيقعد في توتنهام غصب عنه لحد ما يكون فري.
انما جاك جريليش، فصفقه جاك جريليش قفلت الباب على صفقات تانية مانشستر سيتي. لو كان زي ما بقول لحضرتك يعرفوا ان ميسي ناوي كانوا استنوا شويه، كانوا استنوا شويه وما دفعوش. طب بالنسبه طبعا لوكاكو، طبعا الدبابه البلجيكيه، كان في يمكن بعد انتقال تشيلسي كان في كلام كتير جدا على مستوى حتى المبلغ اللي اتدفع. طبعا هو مبلغ يستاهله اكيد ما فيش شك، لكن تشيلسي باعه يمكن ب 30 مليون باوند ورجع اشتراه ب 115 مليون. تعالوا مع بعض نشوف لوكاكو قال ايه بعد الانتقال من الانتر لتشيلسي. Yeah, it was good. It's good to be back obviously. It doesn't feel new. من الجيد ان اعود هنا. بالطبع لا اشعر بالتغيير بسبب الكثير من اللاعبين الذين عرفتهم من قبل. لدي بالفعل علاقة جيدة مع معظم اللاعبين. And you know, it's up to us to prepare as a team and you know, keep winning going forward. Maturity has been important. I think I've learned much more about myself. You know, setting higher standards for myself. تطورت كلاعب وكإنسان في العامين اللذين كنت فيهما بعيدا عن الدوري الإنجليزي الممتاز. تعلمت الكثير عن نفسي، وضعت معايير أعلى لنفسي كلاعب. Which helped me a lot. But like I said, you know, the English game is different, so for me it's not something. اللعبة في إيطاليا مختلفة كثيرة، إنها مرتبطة كثيرا بالمساحات، وهي أكثر تقنية وتكتيكية للغاية. The coach has, I can adapt myself and help the team. Yeah, leader, you know, I think Aspi is the captain. سيزار أزبليكويتا هو القائد، وهو موجود هنا منذ سنوات عديدة، وهو قائد عظيم. لا تزال علاقتنا سليمة، ونفس الشيء مع بقية اللاعبين. أنا نوع من اللاعبين الذين يحبون التواصل مع الجميع، وأحب أن أجعل الجميع يشعرون بالراحة من حولي وأمنحهم الثقة. Because those players that we have in the dressing room are worthy to be Chelsea players, and they showed it last season. So. كل اللاعبين الموجودين لدينا في غرفة الملابس يستحقون اللعب مع تشيلسي. غرفة الملابس هذه تتمتع بشخصية كبيرة، وهو ما أحبه. أنت تقاتل من أجل الحلم لتحقيق أحلامك. أنا هنا الآن لا أطيق الانتظار حتى أكون في الملعب وألعب مع زملائي في الفريق. أهلا بحضراتكم مرة تانية. واضح من لوكاكو انه جاي عنده امال كبيره جدا، اتكلم في نقطتين ثلاثه، قال المكان مش غريب عليا، وفي بعض اللعيبه من ساعه ما مشيت رجعت لقيتهم تاني. بيتكلم على الاختلاف ما بين الكوره الانجليزيه والكوره الايطاليه، يمكن التكتيك بشكل اكبر في الكوره الايطاليه، وبيتكلم كمان يمكن في الاخر على الدريسنج روم، على غرفه الملابس اللي هي بقت شيء مهم جدا 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 في، ويعني كانت دايما مهمه، لكن دلوقتي كمان بيتكلم ان كل اللاعبين تستحق التواجد في الدريسنج روم لتشيلسي. وطبعا طموحات تشيلسي كبيره جدا مع توخيل، مع طبعا لوكاكو ومعظم النجوم للحصول على البريمير ليج السنه دي. هي التصريحات طبعا زي ما حضرتك قلت فيها امال كثيره هو بنيها على الموسم الجاي او على عودته لتشيلسي عموما، ولكنها لا تخلو من الحزن على تجربه انتر ميلان، لان هو كان داخل تجربه انتر ميلان السنه اللي فاتت لانه بيحب جدا طريقه، هو قال انا بشجع اي فريق بيدربه انطونيو كونتي من قبل ما يروح انتر ميلان، وهو لعيب قبلها في مانشستر يونايتد قال كده، قال انا بشجع اي فريق بيدربه انطونيو كونتي. فلما جابه وبعدين كونتي مشي والسيناريو ده حصل، التصريحات فيها بعض الحزن، لانه بيتكلم لحد دلوقتي على الكره الايطاليه والتكتكس والطريقه على كونتي، ما بين قوسين على كونتي، على كونتي بالظبط. ولكن لوكاكو اللي راجع دلوقتي تشيلسي غير لوكاكو اللي كان في تشيلسي من 5 6 سنين، واللي هو كان معاناته الوحيده من ثقته بنفسه، خصوصا بعد ما في لقطه كبيره جدا ارتبطت بيها، ممكن لقطه واحده يا كابتن تضعف ثقتك مع فريق معين تبقى محتاج تخرج منها، هي لقطه ضربه الجزاء اللي ضيعها في نهائي السوبر الاوروبي قدام بايرن ميونخ 2012. اللقطه دي برده كان لازم يطلع منها بعدها من تشيلسي، لان الضغط كان عليه كبير جدا، هو في سن صغيره خد الطريق الصعب بس الطريق الصح. فهو راجع دلوقتي لعيب خبير اكتر، لعيب هداف جدا، لعيب له دور قيادي زي ما هو بيتكلم، يعني في التطور كمان على مستوى التهديف بشكل جداً اكتر من رائع، وبقى بيسجل بكل الطرق، وعالج بعض مواطن القصور فيه كمهاجم، منها مثلا ان هو بقى بيجري في المساحات رغم بنيته الجسمانيه القويه والكتله العضليه القويه جدا اللي فيها والطول، مش سهل ان انت تقطع مسافات كبيره في الملعب بالسرعه دي. صحيح. روميلو لوكاكو عمل ده برضه، اتطور في مساله انه بيلعب برجلين الاثنين في الاستدارات، وهو مراقب واحد لواحد، كل الحاجات دي ما كانش بيتقنها
قبل السنه اللي فاتت بالذات مع انتر ميلان. كان بيعاني منها في تشيلسي يمكن من سنوات اللي يمكن اربع خمس سنين لما كان بيلعب في تشيلسي، كان في اهداف كانت سهله بالنسبه له، كان بيضيع، ودي افقدته جزء من الثقه، وده كمان شخصيه اللعيب ان هو، وبنشوفه في بعض الناس ممكن جدا كان يخرج ما خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى، لكن هو راح دوري الايطالي طور نفسه بشكل كبير جدا ورجع بامال وطموحات جديده، واعتقد كمان مع توخيل مع المجموعه الموجوده ان تشيلسي السنه دي في اعتقادي يكون المرشح الاول مع المان يونايتد، السيتي ما اعرفش ممكن يكون عنده بعض المشاكل، لكن اعتقد تشيلسي مع توخيل كمان بالذات يمكن شكل مختلف وطموحات مختلفه وبيلعب كره مختلفه بصراحة. انا بتفق معاك جدا، تشيلسي مرشح كبير جدا للذهاب لابعد نقطه في المنافسه على البريمير ليج، لانه كمان نقطه الدفع المعنويه اللي خدها انه خد لقب الشامبيونز ليج، في لعيبه صغيره بتكبر في حاجه زي دي، يعني انت تقدر دلوقتي تعول على بوليسيتش، على كاي هافرتز، لعيبه خدت شامبيونز ليج، لعبت نهائي شامبيونز ليج بجماهير، ساعتها كان في جماهير في لشبونه، ما كانش نهائي من غير جماهير، كان نهائي جماهيري، ولسه مؤخرا الحصول على السوبر الاوروبي كمان بالظبط. فهو الدفعه دي هتدفع تشيلسي، وخصوصا توخيل خد الصفقه بس زي ما كنا بنقول في الاول، ممكن تجيب لعيب يعني بمقام ميركاتو، كان هو بيعاني السنه اللي فاتت من اللمسه الاخيره من تيمو فيرنر بالذات، وما زال برضه وما زال شويه يعني، فلوكاكو هيوفر له الحته اللي ناقصه، اللي هو من اجمل حاجات الموسم ده يا كابتن هاني انه كل الانديه وقفت بالظبط على استراتيجياتها في الميركاتو، لانه انا مثلا كواحد ريال مدريد مثلا، واحد بيشجع ريال مدريد، عرف بالظبط ان القصه قصه مثلا فلوس، انا طول ما معايا فلوس هعرف اجيب صفقات، طول ما مش معايا فلوس المساله بتترك لعقل المدير الرياضي، لعقل رئيس النادي، واعتقد ده الافضل برضو يا احمد، ان كل نادي يعني مش عشان معايا فلوس كتير، ويمكن كان سؤال حلقتنا او قضيه حلقتنا الجزء اللي فات، مش لازم يكون اجيب نجوم كبار بارقام كبيره عشان اضمن البطوله، وده حصل مع باريس سان جيرمان، يعني كان عنده كوكبه من النجوم ما قدرش يحصل على التارجت بتاعه اللي هو الحصول على الشامبيونز ليج، فانك تجيب، وده جزء مهم جدا للاداره الفنيه مع السبورت دايركتور بتاع النادي، ان هم بيحطوا ايديهم بالظبط على الاماكن اللي تقدر تساعدهم على مستوى الحصول على البطولات يعني. بالظبط، تشيلسي عشان كده احنا الاثنين متفقين في مساله ان تشيلسي مرشح قوي جدا للذهاب لابعد نقطه في المنافسه على البريمير ليج السنه دي، والدفاع عن لقبه في الشامبيونز ليج. وعلى ذكر باريس سان جيرمان، ده بالظبط مثال حقيقي اللي احنا بنتكلم فيه، باريس سان جيرمان السنه دي بس عرف يعني بغض النظر عن الفلوس، اللي كان بيدفع فلوس اكبر بكتير في اسماء اقل، السنه دي جاب خمس ست اسماء من العيار الثقيل كلها احتياجات فعليه لباريس سان جيرمان. صحيح، يعني انا كان يعني عنده مشكله في الباك رايت، دفع فلوس في حكيمي، عنده فرصه ان انا اجيب راموس فري، فينالدوم فري، ميسي فري، ما تاخرش فيها، لانه عايز قلب دفاع بخبره راموس عشان ياخد شامبيونز ليج، عايز لعيب يخلص زي ميسي. انا بتفق معاك تماما، لكن هنطلع فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الاخيره في المحترف وفقره التكتيك. اهلا بحضراتكم مره تانية، اخر فقراتنا في المحترف والتكتيكس، بنتكلم مش على التكتيكس الجماعي بالنسبه للفرق، لكن بنختار يمكن افضل الاهداف على مستوى التكتيك، على مستوى الفينيشنج، على مستوى التحرك الهجومي، على مستوى كمان الاخطاء الدفاعيه. هيكون النهارده معانا يمكن في يعني بدايه الدوري الانجليزي، والمان يونايتد بيفوز بيمكن خمس اهداف، عمل اسيست بوجبا اربع اسيست مع فرناندوس طبعا بثلاث اهداف، كمان على مستوى الدوري الالماني بنتكلم على الظاهره هالاند وازاي في فوز دورتموند 5-2 كمان بيحقق ثلاثه اسيست وهدفين من اروع ما يكون، هيكونوا موجودين معانا كمان، ومعانا احمد موجود معانا. زي ما بقول لك دايما بنتكلم العمليه التهديفيه بتبقى يا اما خطا دفاعي يا اما حتى على مستوى المهاجمين بيبقى في شكل اكتر من رائع بالنسبه للتصرف، لكن خلينا نبدا قبل ما نخش على الاهداف بالتشكيله المثاليه او افضل 11 لعيب في الاسبوع الاول من البريمير ليج. معانا على الشاشه طبعا اليسون، طبعا يعني حارس مرمى ليفربول، الونسو طبعا هو الونسو ناحيه الشمال المفروض باك شمال للتشيلسي، بنتكلم على يعني يتكلم ويقول رايك كمان في طبعا وجود محمد صلاح بشكل كبير في التشكيله الاساسيه، اهم ما موجودين في بوجبا طبعا موجود في التشكيله، سون على مستوى الهجوم نتكلم على مهاجم من طراز فريد متواجد مع توتنهام، نتكلم على صلاح يكون موجود دايما ان شاء الله في التشكيله، بنتكلم كمان بنتكلم على فرنانديز طبعا ثلاث اهداف وهاتريك
في بدايه البريمير ليج. برايك في التشكيله، وهل هي فعلا دي التشكيله الافضل في الاسبوع الاول بالنسبه للبريمير ليج؟ الى درجه كبيره طبعا هي التشكيله الافضل. احنا معانا اليسون لعب ماتش كويس قدام نورويتش، ولو ان فوارق المستوى مش بتدي قوي الانديكيشن للتحدي اللي انت عليك حارس مرمى. صحيح. تيري تشالوبا قدم نفسه كلاعب ممتاز جدا في اول مبارياته مع تشيلسي. هو لاعب من ابناء الاكاديميه، وده نهج خده تشيلسي في السنوات الاخيره عكس الصفره اللي بدات في بدايه الالفيه الثالثه. مظبوط. تيري تشالوبا بيقدم نفسه بافضل مستوى. ماركوس الونسو بيثبت برضه ان هو زي ما بيقولوا الدين في العتاء كده، لسه قادر على التهديف، لسه عنده قيمه مضافه يقدمها كمدافع. الثنائي الابرز في الموضوع كله بالنسبه لي هو بول بوجبا وفرنانديز على مستوى خط النص. المستوى اللي ظهروا بيه في المباراه الاولى قدام ليدز يونايتد حاجه مذهله، لانه لما تبقى انت اتنين لعيبه خط النص بيتحكموا في الشكل الهجومي بشكل صحيح. كامل هو بيزيد للفريق. بيزيد وبيكمل في الحته الهجوميه. بوجبا كان عنده حريه، واحنا هنشوف الاسيست اللي عمله، بيعمل اسيست من الجزء ده وبيعمل اسيست من الجزء ده وبيعمل اسيست، يعني واخد المساحه دي كلها وعنده رؤيه كبيره جدا جدا على مستوى يعني الاسيست وعلى مستوى خلق الفرص كمان. في لعبه يا كابتن بتتكرر في مانشستر يونايتد من السنه اللي فاتت، بس ظهرت جدا في الماتش بتاع ليدز يونايتد، ان فرنانديز يبدا الهجمه من هنا، بول بوجبا يبتدي يتحرك هنا عشان ياخد الباص المفتاح زي ما بيقولوا، بياخد الباص ده، فرنانديز بيتحرك لحد اخر نقطه هنا، بيستلم الاسيست، اول ما بيستلم بياخد القرار سواء برجليه اليمين او الشمال. الهدف ده مكرر جدا، لان برونو فرنانديز عنده قدره على التحرك لمساحات جوه اسرع من بوجبا بكتير، بينما بوجبا عنده القدره الاكبر على التمرير الدقيق في المساحه. السنه دي زي ما بقول لحضرتك بول بوجبا بيعيش تحدي كبير جدا، هو انه يقدم موسم بيراهن فيه على راتب السنه الجايه. بيحضر نفسه، هو بيحضر نفسه سواء قعد او ما قعدش راتب السنه الجايه. صحيح. فالبدايه دي فعلا كانت بدايه مهمه جدا لبوجبا. طيب. محمد سعيد بن رحمه قدم نفسه في الاسبوع الاول. محمد صلاح طبعا. محمد سعيد بن رحمه الجزائري. محمد سعيد بن رحمه لاعب وست هام، لقى العنصر اللي كان ناقصه السنه اللي فاتت. كان السنه اللي فاتت بيعاني من مشاكل في ثقته بنفسه، في انه يوصل او يخلق فرص او يكون فعال بشكل ما بره المراوغات والحاجات التقليديه يعني اللي هو بيعملها. السنه دي الطلعه بتاعه الموسم ده اثبتت ان محمد سعيد بن رحمه عنده كتير، ونتمنى ليه كنجم عربي التالق. ولكن محمد صلاح هو الحدوته كلها، لانه في ارقام يا كابتن ليها دلالات. صحيح. الرقم لما تقول لعيب بيسجل في البريمير ليج في اول خمس جولات لمده في اول جوله لمده خمس مواسم على التوالي، ده لعيب بيعرف يخلق لنفسه الدوافع بره اي متغيرات. يعني صحيح. هو في الخمس مواسم دول كان صفقه جديده في موسم، وصفقه وهداف الدوري بتاع السنه اللي فاتت في موسم، ولعيب عليه انتقادات كتيره زي ما قالوا الوان سيزون وندر اللي هو عجوبه الموسم الواحد في موسم، وبعدين خد الشامبيونز ليج ودخل البريمير ليج في موسم، بعد كده موسم بيتعرض في بداياته لمشاكل كتيره حوالين تجديد العقد وحوالين كل ده، وبرضه بيخلق لنفسه الدوافع وبيظهر في اول كل موسم بالمستوى اللي يخليه افضل لاعب في اول جوله على الاقل. هو محمد صلاح وسط كل الجنون الرقم اللي دول عملوه، محمد صلاح جاب جون وعمل 2 اسيست من 3 اهداف لليفربول في ماتش الافتتاح. مظبوط. فده شيء مش سهل تماما. سون بيثبت ان هو قيمه مختلفه تماما، وبيظهر في الماتشات الكبيره وبالذات قدام مانشستر سيتي، هو زي ما بيقولوا دابت مانشستر سيتي السوداء. ريتشارلسون اثبت ان هو في السنوات اللي فاتت هو محتاج صفقه جديده. ريتشارلسون محتاج يروح حد اعلى شويه. بالظبط. لو كان ريال مدريد معاه سيوله كان دخل طبعا. احنا اتعرفنا عليه من خلال حتى وجوده مع المنتخب الاولمبي البرازيل. طب تعالى نروح للاهداف. هو زي ما بنتكلم كنت انت معجب جدا جدا بتحرك بوجبا على خلال من خلال يعني خلق الفرص، فرنانديز طبعا واحرازه الاهداف بشكل كويس. تعالى نشوف برضو، نبدا بيمكن اهداف مان يونايتد امام ليدز. دي اللي بنتكلم عليها طبعا. المساحه اللي بيتحركوا فيها بشكل كبير جدا. حضرتك برونو فين؟ هو برونو اول موجود. برونو بالظبط احط لك عليه، يعني لو في انت بتتكلم على ده برونو. ده برونو فرنانديز رقم 7. الصوره اللي بعديها، لكن دي صور. هي تواجده في الجزء دوت هو يمكن كان زي ما بقول لك بيبقى عنده انطلاقه سريعه جدا لقدام، زي ما بنتكلم كمان الاختراقات والتحرك. لا معلش متاسف، ده برونو. ده برونو كان قدام روبونو، ولكن المسافه دي ما كانش موجود فيها حد اللي هو قطعها ورا الديفنس. بص حضرتك هتيجي لبوجبا مش هيستنى، مش هيستلم. هي دي اللي بتكلم عليها. هي واحده. ده بيستلم بالرجل العكسيه او بيمينه على الناحيه الزاويه الثانيه، يا بيحط بيمينه من فوق الجون يا بيحط بشماله من تحت. وكانها 1 3. انت بتتكلم على مساحات كبيره، كره ملعوبه تقريبا من نص الملعب،
بوجبا بيحطها وكمان بيضرب ثلاث مدافعين بتحرك واحد. وهنا كابتن فرصه اللاعب صانع اللعب او فرصه اللاعب رقم 8 بتبقى اهم من فرصه الجناح وفرصه المهاجم، لانه بيتحرك من ورا في مساحه فاضيه خالص مش متوقعه، وده الشيء المضاف اللي بيقدمه برونو وبوجبا واللي تجلى في الماتش ده. خلي بالك الفينش كمان، انت الفينش كمان مهم جدا. ده يمكن الاسيست الثاني ان بيعمل اسيست. خلينا نتكلم تقريبا من نص ملعبه، هو مميز جدا في الطولي والحاجه اللي بتاخد كيرفات بسيطه تتعب المدافع. وكمان الصوره اللي بعدها هتبين ده وجود بوجبا في هذا، وكمان بص الصوره وصلت الكوره واصله تقريبا في مساحه مثاليه لميسون جرين وود على رجله، على رجله الشمال بالظبط، اللي هو يعرف يفتح بال سبرنت بالظبط بالظبط. طبعا دخل لجوه. وكمان الفينش، عايز اتكلم كمان على، انا شايف ان جول صعب، ان في زاويه صعبه جدا واختار الزاويه البعيده بشكل اكتر من رائع، فكمان جون على مستوى الفينشنج. زي عرفنا ان ميسون جرين وود لعيب صغير في السن بالظبط، يعني لسه عنده يعني بيلعب ماتش، وده اول مره تقريبا ده اول ماتش يلعبه قدام جماهير، لان هو ظاهر في النص الثاني من الموسم قبل اللي فات تقريبا. دي كمان زي ما بنتكلم رغم الضغط، ويمكن بوجبا رغم الضغط عليه، بوجبا عنده رؤيه حتى تحت الضغط، وده ميزه لعيب خط النص، يكون عنده رؤيه ويقدر يعمل اسيست رغم وجوده يمكن في مواقف تحت ضغط كتير. لف وصداره ادها في المساحه المثاليه بالظبط بالظبط في اخر نقطه قبل الاوفسايد بالظبط. هي دي ميزه اللاعب صانع اللعب. يعني ممكن تلاقي ممررين كتير يا كابتن، يعني في ممررين يعرفوا يبصوا على اللعيب ويدوا له الكره صح، بس في لعيبه بتعرف توزن كل المعطيات، الاوفسايد فين، خط الديفنس شكله ايه، هديها له على جري مين، ده بيجري بيمين ولا بشماله، هيروح فين. كان مميز عندنا فيها طبعا كابتن محمد بركات، محمد بركات كان بيتميز بالسبرنت ده ويتلقى من صانع اللعب. الفكره يا احمد انك دايما انت الفرقه، انت عارف زميلي ايه يعني ايه مميزاته وبلعب عليها. يعني كان ممكن اي لعيب يدي له الكوره في رجله، لكن لو جاله في رجله ممكن جدا يتعطل فيها بالزبط. ممكن يكون في تغطيه، لكن الكوره والاستغلال المساحه ما بين الباك الشمال والسيرد باك محطوطه بشكل كويس جدا كده بقى جول، بقى بيدي له فرصه هدف بالزبط. او بيخلق له فرصه هدف. اي باص تاني كان ممكن يدخل المدافع في اللعب. طبعا الهدف ده يمكن كمان كان في شيء من الحظ شويه، لكن هو لم كويس قوي. يعني هو كمان الصوره اللي قبل كده الكره اتلمت بشكل كويس قوي ورجع ردها بالشمال، ورجع في لقطه معينه هنجيلها بعد الصوره الجايه، عايز اقف عندها شويه. تمام، هي اللقطه دي. طبعا اللقطه دي طبعا الكره عدت مفيش شك، الكره عدت، ويمكن كان شويه كان في زي جزء من الثانيه كده عدت ولا ما عدتش. فطبعا الفينش كان هايل اكتر من رائع، لم بيمينه وحط الكره بشماله. لكن عايز اقف على الصوره اللي جايه، ان يمكن الحكم اللي شايف دوت ان الكوره ادى الفايبريشن على ساعه. دلوقتي كمان احنا بنتكلم على موضوع الفار ومشاكل الفار والكره، يمكن في اخر مباراه حتى مباراه النادي الاهلي امام طلع الجيش وثوره كبيره جدا ان الكره عدت ولا ما عدتش. كمان فين التقنيه ان حكم او حكم الساحه جاله على طول ان الكره عدت، لان في شيب موجود في الكوره بيقول للحكم بيديله فايبريشن على الساعه بتاعه يعرف ان الكره عدت على طول. فدي كمان كان نقطه مهمه جدا ان احنا كمان نتعرف عليها رغم وجود الفار، لكن كمان في تقنيه التشيب بالظبط. يعني تقنيه عين الصقر ظاهره في الملاعب قبل الفار بفتره بسنوات بالظبط بالظبط، وهي ارخص بكتير ومش مستاهله يعني، بس مهم مهمه جدا 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 مهم. لان ايا كان فحكم الفار برضو اللي بيبص بعينه دوره تقديري، لكن التكنولوجيا في مساله بعد الخط دي خلاص عشان كده خلاص بتحسم حاجات كتيرة جدا بالظبط. طيب ده يمكن الهدف الرابع برضو من اسيست اكتر من رائع، برضو زي ما بقول لك المان اللعب على اسيست من ليندرو بالظبط، هو لعب على هايل على فكره، اتظلم وسط الاربع اسيستات بالظبط. انا في اعتقادي اصعب واحد، ممتاز جدا، والنجم مدافع كمان اصعب واحد، وراحها وضرب بيه رايح كانه ايه يعني باصه رونالدينيو دي بالظبط، وقاطع كمان بالرغم ان يمكن خط الدفاع كان واقف بشكل لا باس به، لكن الاسيست والتايمنج والسبرنت اللي اتعمل اعتقد كان اتظلم، هو في اتظلم شويه مهرجان عشان بالظبط. بس الفينش بتاع فرنانديز هنا هايل، مش ممكن ببطن رجله، البطن الرجل في الضيقه دي بتاعت اللعيبه الكبار، بتاعت اللعيبه جامده جدا، بتاعت اللعيبه اللي واثقه من نفسها وهي رايحه الجون، لان الاختيار السهل ان انا اعزم بوش رجلي في البعيده وخلاص في المدرجات، انما لما انا ببقى فعلا واصل، وبرده ليها دور الصراحه ان انا بلعب قدام ليدز يونايتد وان النتيجه 3-1 ما فيش ضغوطات كتير، جايب كمان قبلها جونين فواخد الثقه. لكن زي ما بتكلم دايما مهارات الفينشنج بيبقى عندها شكل اكتر من رائع. دي الصوره اللي كانت قبلها كمان مسافة ال 24 متر بنتكلم عليها، ان الكرة بتروح في مكان مميز جدا، ده كان كمان شيء مهم قوي.
طيب احنا عشان معانا دقيقتين وعايزين نشوف كمان نتكلم على هالاند. كنا بنتكلم على هالاند وانت من الظاهر من الناس المعجبه بيه جدا. لكن ده طبعا كمان دي الاسيست الاخيره لبوجبا انه كمان شايف كويس قوي اللاعب اللي جاي من ورا. جاي من ورا وكمان الفينش باللمسه واحده في الزاويه الضيقه من مسافه يمكن 12 متر كان كمان من فريد. الهدف الخامس لفريق المان يونايتد وفوز كبير جدا. طيب ده طبعا مباراه دورتموند مع فرانكفورت. كابتن الجري بالكوره بقى. ايوه دي اللي انت كنا بنتكلم عليه. الجري بالكوره مسافات طويله هالاند ما قدمش نفسه للعالم كاللاعب اللي بيعرف يعمل ده. طيب. ده اللي بكلم حضرتك فيه. انا كلاعب بتطور قد ايه؟ هنا واخد الكوره شوف حضرتك منين وهيوصلها فين. بالظبط ده كان موقف تقريبا كاونتر اتاك موقف 2-2. بالظبط. نكمل الصوره. ده الدريبل ده الدريبل ده الدريبل بقى موقف 3-2. ما طالتش. نقف هنا نقف هنا. هو دلوقتي عنده اختيارين الاختيار ده او الاختيار ده ودوت دايما بنتكلم على اللعيب هو القرار الصحيح في الوقت الصحيح يعني طبعا القرار ده القرار السهل ده القرار السهل وممكن ما يكلفوش هو ان يبقى اتقال عليه غلطان اي حد هيشوفها دلوقتي يقول لك هيلعب الكره الناحيه بس ده هيجي له لسه قدامه مدافع يقدر بالظبط انما ده خلاص ده راح جاب جول صحيح. يعني دي لو عدت في ريسك ممكن تعدي الصوره كده لو بالزبط. الصوره كده يقول لك العب هنا لكن شوف المهاره اولا والهدوء انه طبعا بيعمل يعني بيعمل كوره حلوه قوي من تحت رجلين المدافع وبيخلق فرصه سهله جدا رويس بين افضل المهاجمين اللي بيلعبوا بالرجل اليمنى اللي بيفنشوا بالشمال رويس مارك رويس, مارك رويس. دي طبعا تاني بنتكلم على الهدف بدايه التمركز بداية في الهجمه هنا بالزبط. هنا تحت ده تطور برضو من اللي بقول لحضرتك عليه انا مش عايز اقعد اكرر الكلام كتير صحيح. بس هو هالاند قيمه كبيره جدا بص احنا لو اتكلمنا على هالاند لازم هنتكلم حلقات وحلقات ولان انا كمان من الناس المعجبه بيه جدا واعتقد هو هيكون ظاهره زي مش هقول زي ميسي ورونالدو وصلاح لكن هياخد السنين اللي جايه منحنى عالي جدا بالظبط احمد بنشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بيه انا اكتر والله ان شاء الله نتقابل اكيد تاني في حلقات كتير ان شاء باذن الله باذن الله شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا نعم. دي كانت نهايتنا مع المحترف ان شاء الله مع حضراتكم يوم الاثنين الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده ويوم جديد من ايام المحترف